أصيب صاحب محل مجوهرات بمنطقة جربانة في ريف دمشق بطلق ناري في رأسه خلال محاولة سطو على محله من قبل عدة أشخاص. وأوضح رئيس مجلس مدينة جربانة كفاح الشيبان للموقع أثر بريس الموالي أن الذين حاولوا سرقة محل المجوهرات في منطقة روضة أطلقوا 3 رصاصات على الصائغ ثم لاذوا بالفرار. وأكد الشيبان أنه تم القبض على الفاعلين بالتعاون ما بين الأهالي والجهات المعنية وتحويلهم إلى مركز شرطة جربانة وإسعاف الصائغ إلى المشفى. كشف عميد كلية الطب السابق بجامعة دمشق نبوغ العو عن وفاة شخصين نتيجة إصابتهما بمتحور فيروس كورونا الجديد EG5. وأضاف في حديث لإذاعة أرابيسك المحلية أن المتحور الجديد يتجلى بأعراض تنفسية وهضمية من حرارة عالية والتهاب وألم شديد في البلعوم وبحث في الصوت والتهاب الجيوب وضيق نفس وسعال جاف، إضافة إلى إسهال غير مبرر وغثيان ووهن عضلي، لكن تأثيره على الرئة أخف ووصوله إليها أقل سرعة. شكل قرار زيادة أسعار الأدوية الصادرة مؤخرا عن وزارة الصحة في حكومة النظام صدمة لمواطني محافظة حماة، ودفع بعضهم إلى استبدال أدوية الصيدلية بالأعشاب الطبية الأرخص سعرا. ووفق تقرير نشرته صحيفة الوطن المقربة من النظام، فقد عبر العديد من مواطني وصيادلة حماة عن صدمتهم من قرار الصحة رفع أسعار كثير من الأصناف الدوائية يوم الثلاثاء الماضي، وذلك للمرة الثانية خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين. وأفاد التقرير بأن أهالي المحافظة استنكروا هذا القرار الصادم الذي يزيد من معاناتهم وأمراضهم نتيجة تضاعف قيمة فاتورة أدويتهم التي يسددونها مرغمين. كشف مصدر مسؤول في محافظة دمشق عن وجود نية لرفع رسوم مواقف السيارات المأجورة عن الأملاك العامة الموزعة في الشوارع الرئيسية بالعاصمة. ونقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام عن المصدر المسؤول قوله أن محافظة دمشق تستعد لرفع رسوم المواقف على الأملاك العامة، بحيث تصبح تعرفة الوقوف للساعة الواحدة 1000 ليرة سورية بدلا من 500 ليرة، مع دراسة زيادتها خلال الفترة المقبلة. أعلنت شركة أكانيرجي للطاقة الكهربائية في ريف حلب الشمالي عن نيتها فرض مخالفات لمن يستخدم العدادات المنزلية لأغراض تجارية. وقال مسؤول العلاقات العامة في الشركة محمد عيد المدني إن الشركة سوف تفرض غرامة مالية قدرها $1000 أمريكي اعتبارا من بداية العام المقبل على كل من يستخدم العداد الكهربائي المنزلية للمحال التجارية. وثق فريق منسقو الاستجابة تضرر أكثر من 22 مخيم في مناطق متفرقة من شمال غربي سوريا، أبرز مناطق ريف حلب الشمالي ومناطق من ريف إدلب. وبحسب التقرير تضرر 41 خيمة بشكل كامل، ودخلت مياه الأمطار إلى 57 خيمة أخرى، وسجلت أضرار جزئية في 56 خيمة أخرى. وبلغ عدد الأفراد المتضررين من العواصف الأخيرة أكثر من 6000 شخص.